رشيدة. ايوه اتفضلي. المحل الصغير ده عشتي فيه عمر كامل. ايوه. لدرجة ان انتي اشهر ست في بولاق. الله يخليك. احكي لنا بقى حكايتك. صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. جوزي توفى وانا نزلت بعديه. اتجوزتي وانتي عندك كام سنة؟ عندي زي اقل من 20 سنة كده. تمام. ساعة ما مات كان عندي حوالين 35. كان عندك ولاد قد ايه؟ كان عندي اللي هم اربع ولد وبنتين. تمام. بس والخامس مات. الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه. يوم وفاه جوزك. قبلها انت كنتي ست بيت. طيب. ما كنتش بخرج من بره الباب. كنتي ست بيت بس. بتشوفي طلبات بيتك وجوزك وولادك. ايوه. هو كان بيشتغل في ايه؟ كان بيشتغل في الحديد برضه زي وكده. وكان بيخش بالبطاقه الضريبيه. الله يرحمه ويسامحه. كان اكبر تاج. واحنا قاعدين في خيره لحد دلوقتي ما ننكرش خير. تمام. وكافحت وفضلت لحد انا قاعده هنا في الحته ديت الصبح وقبل المغرب وبعد المغرب وامشي.